ودفاع جيد وتصويبة من ياسين بيسجل بثلاث نقاط. ياسين بيسجل بثلاث نقاط، مسجل في الشوط الأول بفترتين الأولى والثانية على السلة، وعلى طول لياسين في الخلف بيسجل جدا عليه مجهود كبير للاعب وادي ياسين، ودخول على السلة ياسين وعلى طول ساحقة وفتحل السكة طبعا عشان هاشم عنده آخر أربع أخطاء، وعلى طول بيحاول يسرع نادي الريان لا ينقذ ما يمكن إنقاذه. وادي ياسين بيسجل بنقطتين 85-97، 101 أعلى رصيد خلال وادي ياسين بيسجل 101 نقطة للعرب. المنتخب الكويتي ياسين اسماعيل يصوب، واول دفاع ضغط منتخبنا فعلا يستطيع منتخبنا. شوفوا ياسين، شوفوا هذا ياسين، منفرد ايضا. شوفوا مره ثانيه من مخرجنا العزيز علي الهاجري، الكره مع ياسين، وياسين يمارس هوايته في الطيران. محمد سليم حلوه مره ثانيه، حلوه يا شباب، يعني محمد سليم عوضها. ياسين في الكره اللي قبل هذه عطاها محمد سليم في موقع جيد، محمد سليم عوضها لياسين في موقع جيد، واستطاع ياسين احراز نقطتين. اذا 58 حلوه، مطلوب استغلال الوقت، حلوه يصوب، حلوه ياسين في الثواني الاخيره المخصصه له من خلال 24 ثانيه احرز نقطتين. اذا 67-58 يحاول تدريجيا منتخبنا الوطني توسعه الفارق واحراز اكبر عدد من النقاط، وفي طلب وقت مستقطع طلبه مدرب المنتخب الاردني. ياسين اسماعيل واول هجوم من خلال الفتره الثانيه، واول نقطتين من خلال الفتره الثانيه فعلا 24-9. سبق هذا اللقاء اعزائي المشاهدين لقاء ياسين، يحاول يدخل دخول ذكي من ياسين في الخط النهائي. هذا ياسين اسماعيل يرفع رصيد منتخبنا الوطني على 28 نقطة. شوف ياسين مرة ثانية ومحاولات دفاعية من المنتخب الفلبيني، يرفع رصيد المنتخب الفلبيني الى 16، وهذا ياسين، بحاول. حلوة، ياسين حلوة، يعني اللاعب الطائر هذا ياسين اسماعيل. 32 نقطة مقابل 16 مرة ثانية تحت الحلق. وين ياسين؟ هذا هو ياسين يطير. العربي 44 نقطة أمام 55 نقطة، وياسين، وتصويبة ساحقة دنك، صاحب توكيل التصويبات الساحقة. لكن رقم 14 يعمل له بلوك، لكن ترجع لياسين، وياسين بيشوط وبيسجل. 14 وبرده مفيش تسجيل، وحضراتكم عارفين في اللحظات الأولى بيبقى في توتر في الأعصاب، لكن ياسين اللاعب المخضرم ياسين إسماعيل بيسجل. وما زال بيحاول بالكرة وهو شاط من خارج الوسط لوحده، ياسين لوحده ولوحده ياسين، وبيسجل بتصويبة ساحقة بغمر الكرة وتنتهي مباراة كأس سمو ولي العهد للرجال بتقدم نادي الريان ب 20 نقطة أمام ريمة لياسين. وهذه اللعيب اللي أسفل ياسين لا يجد صعوبة في تسجيل إصابة ياسين، يلاقي نفسه لوحده يشوط ويسجل. برافو ياسين، طلب كرة السلة وادي ياسين، وياسين بيسجل على طول. الهجوم السريع لنادي الريان اللي قدر يكسر بيه الدفاع الضاغط، شايفين هجوم سريع على طول. ياسين إلى عرفان في موقع ياسين اسماعيل. أوه.
النادي الرياضي القطري. النادي العربي لم يحظى بالفوز ولا مره. وادي ياسين اسماعيل بيرد على وادي مارلون، وتمريره جميله لياسين اللي بيحطها على طول عشان يبقى وان شوت وينهي بها هذه الفتره الاولى من الشوط الاول. وياسين يشوط ياسين ويسجل بنقطتين فعلا، وينتهي زمن الفتره الاولى من هذه المباراه بين الريان وادي الاعاده، بين الريان القطري والعربي السله، وسعاده اللواء اسماعيل عبد الله الطقاوي رئيس الاتحاد الاماراتي Yeah.
food in my soul.